تكون غلطان. لا تشغل بالك بنوب، انا ما بتغير. ماشي لك افهم بقى، انا عم نبهك لاني خايف عليك. اذا بدك تضل قريب منا ما عندي مشكله، بس بما اني اكيد رح احتاجك بالمستقبل عم قلك تبعد عنا لمصلحتك انت. خليك بعيد عن بريتا اليوم، عم تفهم؟ رح قلك ليش، لانه حياه بريتا واللي حواليها رح تكون بخطر اليوم. اي حدا رح يكون قريب منا رح يتعرض لاذى كبير، وما بدي اياك تموت. انا محضر له شيء مميز. بريد في احكي معي بدون الغاز، انت لشو مخطط بالضبط؟ شو ناوي تعمل فيها؟ وانت قلت لها هلا اذا بالمستقبل صار معك شيء مشكله ما في حدا غيري رح يقبل يجي يدافع عنك، لهيك قل لي انت شو عم تخطط. رح ازرع عبوه بجوزة الهند. بريد في انت جنيت شيء؟ جوزة هند؟ بريد في الكل اول ما يشوفوا جوزة الهند رح يعرفوا انه في بقلبه عبوه. لا ما حدا رح يعرف شيء، بس انا وانت ما حدا رح يلاحظ شيء ابدا، ولا حتى انت كمان ما حدا رح يشك بالجوزة، لانه العبوه مزروعه جواتها ومن برا شكلها طبيعي، هي مثل اي جوزة هند تانية، بس رح يكون مفعولها كبير. واول ما تزتها بريتا بالنار هي وكل اللي حواليها رح يودعوا الحياة بسرعة. عم تفهم علي؟ لهيك انت هلأ بتساوي يلي قلته، ولو شو ما صار وشو ما شفت اصحك تقرب من بريتا ابدا، فهمت؟ يعني بفهم منك انه بريتا ما رح تنفذ منها هالمرة؟ بس انت قلي كيف بدي ميز بين جوزة الهند الطبيعية واللي فيها عبوة؟ ناكري اسكت ولا تطلع باتجاهي ابدا. شوفي احكي معي بصوت واطي، لانه ما بتعرف مين ممكن يكون عم يطلع عليك او عم يسمعك، فهمت هلا شو بقصد؟ مين قصدك؟ على يسارك. كيف بدنا نفرق بين الجوزة اللي فيها العاب نارية وبين الجوزات الطبيعية؟ ناجري أكيد عم يخطط لشي، هو اللي لف التهمة لبريتا وخلاهن يعتقلوها. بس بريتا دائماً تتوقح معي بالحكي وبتقول مو بحاجة مساعدتي، فيها تطلب ساعدة ولو لمرة واحدة كاران، بس ممكن تساعدني وقتها فيني اتكفل بناجري لحالي، بس لا تعمل كل شي لحالها. حتى هي اجت هددتني وبتضل تخبص بالحكي. اعملي شو ما بدي وحافظي على السرية، اصحك تقولي لعدوك شو عم تخططي. ما كان لازم تحكي له مشان ما يسبقك بخطوة، أكيد رح يستغل هالشي. ليش لا تحكي له؟ ببساطة لأني ما بحب أغدر حتى بعدوي وما بطعم بالظهر. إيه كارا، أنا واضحة وصريحة ويلي بقوله بعمله، يعني ما بتراجع